العطف. حضر المدير والمدرسون، دخل الطلاب فالطالبات، نزرع القمح ثم نحصده، نسافر بالقطار أو الطائرة، نقدر العلم والأخلاق. الاستنتاج: اقرأ الأمثلة السابقة ولاحظ الآتي: الكلمات التي تحتها خط ربطت بينها حروف تسمى حروف العطف، وهي الواو وتفيد المشاركة في الفعل، الفاء وتفيد الترتيب والتعقيد، ثم وتفيد الترتيب والتراخي، أو وتفيد التخيير. ما قبل حرف العطف يسمى معطوفا عليه، وما بعد حرف العطف يسمى معطوفا. المعطوف يتبع المعطوف عليه في أحوال الإعراب: الرفع أو النصب أو الجر. كما يعطف الاسم على الاسم، يعطف الفعل على الفعل، كما في المثال الثالث. الخلاصة: العطف تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف. حروف العطف هي الواو ثم الفاء أو. المعطوف عليه يسبق حرف العطف، المعطوف يأتي بعد حرف العطف، المعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراب نصبا أو جرا أو رفعا. سؤال تفاعلي: هذه العبارة صح أم خطأ؟ ثم حرف عطف يفيد المشاركة فقط. Thank you for watching. If you like this video, do consider sharing it. Click on the like button and go ahead and leave us a comment below. We'd love to hear from you. And don't forget to subscribe to our channel and the notifications to get the latest tutorials that will inspire, empower, and connect you. www.rackmedia.com Bye for now. See you next video.